السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة أقوى العروض، قناة صانع السعادة من كل مكان. أهلا بكل الناس اللي بتشوفنا بقى من السعودية ومن خارج السعودية. أهلا بكم يا شباب. بشكر كل الناس اللي اشتركت معنا جديد في القناة، والناس اللي بتدعمنا باللايك. ما تبخلش علينا باللايك، تدينا اللايك وبتكتب لنا تعليقات إيجابية، تعليقات حلوة جدا، نفرح بالتعليقات اللي بتكون إيجابية، ونتقبل أي نقد بناء. أتمنى طبعا الناس كلها تكون بخير. ونبدأ مع بعضينا التغطية. لسه احنا في تغطية عروض بند اللي هي من يوم 4 إلى يوم 10 أكتوبر. والفيديو اللي احنا هنشوفه ده هيكون عن الأجهزة الكهربائية أو أواني المطبخ وأدوات المطبخ. احنا طبعا فرع من فروع بندا، فطبعا العروض بتكون أكتر في هايبر بندا في هذا القسم. احنا بنعرض اللي موجود في الفرع اللي احنا فيه، وبرضو بنشوف الحاجات اللي هي في البروشور عشان نعمل تغطية كاملة لكل العروض في هذا القسم. أتمنى طبعا الناس كلها تبدأ معنا الفيديو بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، وكمان الذكر اللي احنا بنقوله بقى في كل فيديوهاتنا. والنهاردة الذكر اللي هنقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. يلا بقى نشوف العروض الموجودة في فروع بندا في قسم الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ وأواني الطهي. فهنبدأ بقى من هنا على خلاط اليدوي. في خلاط يدوي كنود، خلاط يدوي كنود المواصفات بتاعته 700 واط، طبعا ماركة كنود، نازل عليه عرض من كام؟ من 179 إلى 159، يعني هنا توفير 20 ريال. كمان في خلاط يدوي أريتي، خلاط يدوي أريتي 3 في 1، أريتي 3 في 1، ده نازل من 175 إلى 109، نسبة خصم حلوة برضو. خلاط عمودي أو خلاط يدوي أريتي. كمان في على المكوى، الناس اللي هي محتاجة مكوى، في مكوى جيباس هنا، مكوى جيباس 2 سنة ضمان، ماركة جيباس، نازلة ب55، مش عارفين هي السعر كان كام، مش كاتبين نازل من كام، يعني نازلة 55 ريال. هتلاقوا ماركات جيباس هنا كتير جدا، يعني في هنا برضو الخلاط اليدوي جيباس من الاستانلس هو و200 واط، ومن الاستانلس ده هنا، ده خلاط يدوي نازل من 69 إلى 55 ريال. في رمضان أنا اشتريته كان نازل مش عارف 29 أو 28، كويس يعني هو شغال كويس برضه. 55 ريال بدلا من 69 ريال. كمان من العروض اللي موجودة هنا في عرض على قلاية، شايفين القلاية دي، قلاية جيباس 4 لتر و200، نازلة من 349، من 349 نازله ل 225. طبعا هم حاطينها بالعكس كده فمش باينه قوي. قلايه جيباس 4 لتر و200 نازله من 349 ل 225 ريال. دي قلايه هوائيه، قلايه هوائيه. كمان من العروض اللي هي موجوده هنا، في برضو دي مطحنه قهوه جيباس نازله من 109 الى 69 ريال، خاص نسبة خصم حلوة. اللي هي ايه، مطحنة القهوة اللي هي جيباس دي، مطحنة القهوة جيباس على فكرة امكانياتها حلوة، امكانياتها حلوة جدا. احنا صورناها الاسبوع اللي فات وقرينا الامكانيات، هنوريها لكم تاني. شايفين المواصفات يا جماعة، المواصفات اللي هي مطحنة القهوة اللي هي جيباس دي، الشفرة بتاعتها من الستانلس ستيل، الغطاء شفاف، تصميم غطاء آمن، كوب طحونة غير قابل للفصل، التيار الكهربائي 220 ل 240 فولت، ومن 50 ل 60 هرتز، 150 واط، يعني بتشتغل في مصر انها من 50 ل 60 هرتز، وصنع في الصين، صنع في الصين. في كمان هنا غلاية جيباس 1 لتر و800 نازلة من 69 ل 49 ريال، من 69 نازلة 49 ريال، غلاية جيباس. كمان في عصارة حمضيات، عصارة حمضيات جيباس، محطين الحاجة بالعكس، يعني عصارة حمضيات جيباس نازلة
من 59 ل 49، يعني توفير 10 ريال، اللي هي عصارة حمضيات، والكهرباء بتاعتها من 50 ل 60، هي يعني تشتغل في مصر. في كمان من العروض اللي هي نازلة برضو لجيباس، هنا في مفرمة لحمة جيباس، مفرمة لحمة جيباس دي نازلة من 229 إلى 159، 159 ريال من 229، نسبة خصم حلو، 2000 واط وضمان سنتين، اللي هي مفرمة اللحمة دي. كمان في برضو صناعة سندوتش جيباس نازلة من 85 ل 65، يعني توفير برضو 20 ريال. صناعة سندوتش دي 750 واط، 750 واط جيباس. في برضو من منتجات جيباس هنا، في برضو دي المكوى اللي هي بالبخار، دي مكوى بالبخار نازلة من 249 إلى 179، من 249 نازلة 179. شايفين برضو مواصفات المنتج هنا، هي 50 على 60، دي بتشتغل في مصر، و1800 واط، وصنع في الصين، الصناعة بتاعتها في الصين. حاجات كتيرة جدا اهي مكبين عليها حاجات حلوة، يعني اللي هي مكوى بالبخار اللي هي جيباس نازلة من 249 إلى 179، يعني نسبة خصم حلوة برضو. في كمان هنا شواية كهربائية جيباس نازلة من 109 ل 89، جيباس كلها صناعة صين على فكرة، صناعة في الصين برضو. وبرضو هي 50 على 60 هرتز، يعني اشتغل في مصر، اللي هي شواية 2 سنة ضمان برضو، شواية كهربائية جيباس. دي شكلها شواية كهربائية جيباس نازلة من كام؟ من 109 ل 89 89، يعني حوالي 20 ريال برضو. يعني كل العروض بتاعتهم النهاردة نازلة يعني 20 ريال. في هنا محضر طعام أريتي نازل من 289 إلى 179، محضر طعام أريتي نازل 179 بدلا من 289، نسبة خصم حلوة جدا، يعني حوالي أكتر من 100 ريال. والعرض اللي هو لمدة 4 أيام، في عرض لمدة 4 أيام هنا، هو محضر طعام كنود 750 واط، 2 لتر، نازل من يوم الاربع ليوم السبت، نازل من 259 الى 169، من 259 نازل 169، محضر طعام كنود. في برضه هنا مونوليكس، عصاره مونوليكس نازله من 139 الى 119 ريال، من 139 نازله 119 ريال، دي عصارة حمضيات مونوليكس. في ايه تاني احنا ما شفناهوش؟ شفنا احنا الحاجات دي كلها. هنشوف برضو هنا المحضر الطعام ده احنا شفناه برضو. في المكنسة الكهربائية، في مكنسة كهربائية جيباس، مكنسة كهربائية جيباس اللي هي دي 2 سنة ضمان برضو، 2200 واط، 2200 واط، واحد ونص لتر. دي المكنسة الكهربائية اللي هي جيباس دي نازلة من كام؟ نازلة من 199 إلى 159، يعني نازلة حوالي 30 ريال، من 199 نازلة 159، مكنسة كهربائية جيباس. كمان في المكنسة الكهربائية، مكنسة كهربائية اللي هي البرميل دي، ولكن خلصت، شكل حد شراها، مكنسة كهربائية جيباس 21 لتر، اللي هي البرميلية، اللي زي البرميل دي كده، نازلة من 299 إلى 229، يعني نازلة حوالي 70 ريال، نازلة حوالي 70 ريال، من 299 ل 229 ريال. دي عروض على المكنسة في باندا. طيب برضو في عروض تانية، في عرض على المكوى اللي هي الأريتي، مكوى بالبخار أريتي نازلة من 89 ل 44 ونص، عرض نصف السعر يا جماعة، هنا عرض نصف السعر على مكوى بالبخار أريتي من 89 ل 44 ونص. في كمان هنا كيليكون، غلاية كهربائية كيليكون نازلة برضو 44 ونص، اللي هي 2 لتر ونص، يعني حجم كبير، و2 سنة ضمان. في كمان كنود اللي هي قطاعه خضار او قطاعه بصل نازله من 169 ل 109 ريال، 400 واط،
قطعت خضار او اللي هي كنود. في كمان هنا غلايه كهربائيه، غلايه كهربائيه فيليبس 1 لتر و700 نازله من 129 ل 119 ريال، يعني حوالي 10 ريال غلايه فيليبس. طيب نشوف برضو في عروض تانية، ولسه احنا ما شفناش عروض البروشور. كمان في عرض هنا على عصارة حمضيات كيليكون، عصارة حمضيات كيليكون نازلة من 149 الى 105 ريال، دي 90 واط، 90 واط 2 في 1، من 149 نازلة 105، 105 ريال، نسبة خصم حلوة برضو. في كمان هنا خلاط يدوي كيليكون نازل عرض برضو، خلاط يدوي كيليكون 350 واط نازل من 159 ل 109، ل 109 يعني حوالي 50 ريال، 2 سنة ضمان. كيليكون متعدد الوظائف، هو خلاط يدوي متعدد الوظائف. في كمان هنا محضر طعام اللي هو مونوليكس، محضر طعام مونوليكس 2 لتر و400 و800 واط نازل كام؟ نازل 259، 259 بدلا من 449، نسبة خصم حلوة، 259 بدلا من 449 ريال، محضر طعام مونوليكس. كمان من العروض اللي نازلة يا جماعة في الفرع اللي احنا موجودين فيه، في عرض على هنا امبيكس، امبيكس ده طقم اواني طهي زي ما احنا شايفين اهو، 9 قطع، 9 قطع نازل من 150 ل 120 ريال، يعني 30 ريال خصم، 120 بدلا من 150 ريال. امبيكس طقم اواني طهي 9 قطع. كده دي كل العروض اللي هي موجودة عندنا في الفرع اللي احنا فيه، ولكن بقى ايه، هنكمل عروض البروشور. عروض البروشور اهو في عروض تانية حلوة جدا، في خلاط كيليكون في اسواق مختارة برضو، اعتقد يكون موجود هنا، مش موجود، لا مش موجود هنا. خلاط كيليكون 4 في 1 نازل نصف السعر في اسواق مختارة، يعني هنا مش موجود، نازل من 189 ل 94.5، 94.5 عرض حصري لاعضاء باندا بلس. هو هنوضحه تاني اهو، مش باين قوي يعني. خلاط كيليكون في اسواق مختارة 4 في 1 نازل من 189 ل 94.5 عرض نصف السعر. كمان في هنا طقم اواني، طقم اواني طبخ اللي قدامنا ده، ده نازل برضو، ده 9 قطع نازل من 250 ل 150 ريال، يعني حوالي 100 ريال خصم، عرض حصري لاعضاء باندا بلس. طقم اواني طبخ برستيج، برستيج. في كمان من العروض اللي نازله نصف السعر، عروض كتيره جدا نازله نصف السعر مش موجوده هنا، هتلاقوها موجوده في هايبر باندا وفروع تانية. في قدر ضغط مستر كوك، قدر ضغط مستر كوك اللي هو 5 لتر، 5 لتر نازله، نازله من 110 ل 55 ريال نصف السعر. كمان في لوح تقطيع، لوح تقطيع سويت هوم نازل برضو عرض نصف السعر، نازل من 32 ل 16 ريال، من 32 نازل 16 ريال، ده لوح تقطيع. في هنا طقم ترامس برضو، طقم ترامس رويال، طقم ترامس رويال قطعتين، قطعتين يعني 1 لتر وواحد لتر 30 ملي، يعني 1 لتر وواحد 700 ملي، نازل نصف السعر بدلا من 125 نازل 60 ريال، 60 ريال طقم ترامس رويال. في كمان هنا طقم مقلاة برستيج برضو نازله نصف السعر اهو، نازله من 186 ل 89 ريال، طقم مقلاة اللي هي برستيج هتلاقوها موجوده برضو في فروع وفي هايبر باند. في كمان هنا طاوله عميقه غير لاصقه ديلسي، دي 28 سم، 28 سم نازله برضو نصف السعر، بدلا من 45 نازله 22.5، 22.5. غلايه ستانل ستيل كيليكون، دي احنا شفناها هنا، دي موجوده هنا، دي غلايه ستانل ستيل كيليكون نازله نصف السعر برضو، نازله من 89 ل 44.5، دي موجوده هنا احنا صورناها، غلايه من الستانل ستيل ماركه كيليكون في اسواق مختاره برضو، نصف السعر هي نازله من 89 ل 44.5. في هنا مكواه، مكواه بخار اريتي
نازله برضو نصف السعر من 89 ل 44 ونص. دي مكوى بالبخار اريتي في اسواق مختاره نصف السعر برضو. في ملحوظة هنا هم كاتبينها: عروض الأجهزة الإلكترونية غير متوافرة في فرعي هايبر باندا صاري جدة وهايبر باندا جالري مول الرياض. يعني في هايبر باندا في جدة اسمه ماري ولا ساري دي؟ ساري في جدة و جالري مول في الرياض. الاثنين دول مفهومش العروض الالكترونيه دي. طبعا دي بقى العروض، عروض الاجهزه الكهربائيه يا جماعه واواني المطبخ. وفي حاجات تانية بقى من غير عروض موجوده هنا، يعني في هنا برضو الحاجات دي الكاسات، وفي برضو هنا صواني، في صواني فرن هي موجوده دي ب 96 من غير عرض، وفي برضو هنا ده طرامس برضو موجودة هنا 2 لتر 5 سنوات ضمان، دي نازلة ده 124 ده من غير عرض. يعني دي حاجات من غير عرض. في حاجات برضو هنا، ده طقم الركوة، طقم ركوة 3 حبات من الستال ستيل، ده كان بينزل عرض النهاردة مش نازل عرض، في أيام بينزل فيها عرض الطقم ده من الستال ستيل برضو، ده 56 ريال. يعني في هنا حاجات من غير عروض، يعني في حاجات كتيرة هنا من غير عروض. دي العروض اللي احنا قلناها ليكم، سواء من البروشور او من باندا نفسها. دي عروض الاواني وعروض الاجهزة الكهربائية، عروض الاجهزة الكهربائية او الاواني في باندا. بنفكر الناس برضو كلها ان احنا عملنا يعني اكتر من فيديو، عاملين تغطية حلوة جدا في عروض باندا هذا الاسبوع، عروض باندا هذا الاسبوع. طبعا ده قسم ادوات التنظيف برضو، لو في عروض بنقولها. في هنا مكنسة، المكنسة دي مكنسة فيلدا مع عصا، دي نازلة من خمسين ريال لتسعة وتلاتين ريال. يعني دي انواع هتلاقوها حلوة جدا من المكنسة دي. في برضو واحدة تانية نازلة من 48 لتسعة وتلاتين ريال، عروض على المكنسة. في برضو هنا عرض على القفازات، نازل من 65، نازل من العبوة فيها 100، نازل من 65 ل40 ريال، اللي هي القفازات دي فيلدا، منتجات فيلدا دي كلها. في برضو هنا عرض حلو جدا على قفازات، برضو نوع من القفازات المطاطية، حجم صغير وموجود فيه بودرة، 3 حبات نازلين من 27 او من 26 ريال 85 هللة ل10 ريال. ده طبعا قسم ادوات التنظيف. برضو احنا بنحاول لو كان في اي حاجة من العروض بنقولها مع الفيديو بتاع الاجهزة الكهربائية وادوات المطبخ ومستلزمات المنزل. يعني القفازات دي كلها نازل عليها عروض هنا. في برضو هنا قفازات متوسطة وكبيرة، العبوة فيها 50، العبوة فيها 50 هي نازل عليها عرض من 34 ل22 ونص، الواحدة فيها 50 نازلة من 34 ل22 ونص. في برضو هنا اسفنج فيلدا 5+1 نازل عليه عرض من 30 ل23. الاسفنج ده 5+1 نازل من 30 ل23 ريال، يعني توفير 7 ريال. دي كل العروض اللي هي موجودة يا جماعة، حبينا احنا نصورها في باندا. اتمنى الناس كلها تكون استفادت بالفيديو يا جماعة، ما تبخلوش علينا باللايك، اللايك ده مهم جدا عشان الفيديو ناس كتير تشوفه. واتمنى الناس كلها ما تنساش الذكر اللي احنا قلناه، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. احنا لسه معاكم في تغطية عروض باندا الاسبوعية، تغطية قوية جدا وعروض قوية جدا، عروض من كل مكان. اتمنى الناس كلها تكون استفادت بالفيديو اللي احنا عملناه. تابعونا، لسه في عروض تانية كتير
هنقولها من كل مكان. أشوفكم بخير، وأتمنى الجميع يكون بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.